يحاول الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في خطة مئوية 2071 هو بناء اقتصاد معرفي متنوع. الذكاء الاصطناعي هو أداة تكنولوجية لا تقوم على موارد طبيعية ولا مواقع جغرافية، لذلك الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات رئيسية لتعزيز رؤية دولة الإمارات هو أمر مهم. اليوم المؤتمر يجمع نخبة من ألمع العقول في العالم لم يسبق لهم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتيح فرصة فعالة للاجتماع وتبادل الأفكار والرؤى مع هذه العقول العلمية، وكيف يمكن بناء بيئة تكنولوجية مستدامة. اليوم من المحاور الرئيسية التي تناولها الأجندة العالمية الاستدامة، سواء في تغير المناخ أو في التكنولوجيا بشكل عام، لذلك من المهم جدا البحث كيف يمكن إيجاد حلول لتغير المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن بناء تكنولوجيا مستدامة للأجيال القادمة.